السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم الحلوة بكل خير. رجعنا لزلدا لينكس أويكنينج. في الحلقة اللي طافت خلصنا الدنجن الخامس واخذنا الآلة الموسيقية الخامسة اللي هي المرمبة السحرية، واخذنا بعد الآيتم الرهيب اللي هو الهوك من هناك، وجاتنا التعليمات ان اتجاهنا المفروض يكون جهة المعبد. ففي البداية خلونا نسوي كم شغلة بما ان حنا في الخليج، في كم مهمة جانبية ممكن نسويها. فخلونا نسبح باتجاه الحورية اللطيفة اللي هناك قاعد تسبح الحالة، فخلونا نتكلم معها. يوم اني كنت اسبح في الخليج الامواج ضيعت مني شغلة مهمة، قلادتي اللي كانت حول رقبتي. لو انك لقيتها راح اخليك تاخذ قشرة من ذيلي. والله ما ادري يا انستي هل هذا يعتبر شيء مغري لي اني ادور قلادتك، ما ادري. عموما خلونا نروح الجهة هذه وراح نلقى جسر، ولو سبحنا تحت الجسر راح نروح المكان ما كنا نقدر نروح له الا اذا اخذنا قدرة السباحة. فنشوف صياد وحيد جالس يسبح الحالة، فخلوني اروح واتكلم معه. او ايش هذا اللي بيدك؟ لا تقول لي انه ميدار صيد. طيب اسمعني، لو انك اعطيتني الميدار هذا صيدي الجاي راح يكون من نصيبك. اوكي، راقب المحترف وش يسوي. طيب ورني شغلك يا محترف. اوه شكلها كبيرة، والحسن الحظ صيد الجاي قلادة الحرية، فاحنا نقدر نقول ان بدلنا الميدار بالقلادة. فالطبيعي وش المفروض نسوي بما ان اخذنا القلادة؟ اكيد نرجع للحرية، ما يبيلها تفكير. فخلونا نرجع الى الحرية ننتبه من الوحوش الموجودين هنا، وحوش الزورة اللي تسبح، ونتكلم مع الحورية. لازم تضربوني بعد ضربة ثانية ولا تدب والله. اوه هذه قلادتي، جيبها. راح اعطيك القشرة زي ما قلت لك. طيب اوكي، طبعا بطيخ نزل تحتها من غير اي استئذان. اوعدني انك بتاخذ بس واحدة. اي لا ما عليك. طيب واخذنا قشرة من ذيل الحورية، فمعناها ان بدلنا القلادة تبعتها بقشرة من ذيلها. يا عيني على اللي يستحون، مشت الحورية واخذنا القشرة من ذيلها. خلونا يا جماعة الخير نرجع هنا شوي، ورجعت صديقتنا الحورية، خلونا نتكلم معها. في مرة نحات طلب مني اني اوقف بوضعية معينة، وطلب انه ياخذ قشرة من ذيلي بعد. هل تتوقع ان اسطورة العدسة المكبرة صحيحة؟ والله ما ادري يا انستي، ممكن تكون صحيحة. المهم يا الله الوحوش الغثيثين هذول، خلوني استخدم السهم بما اني ما استخدمته. طيب جيد، قد ما اقدر لازم ابتعد عن الوحوش هذول اللي هنا. اوكي ممتاز. في نفس الوقت المكان هذا ما كنت بقدر اروح له بالطريقة العادية الا اذا اخذنا الهوك. طبعا خل استخدم الهوك، واكيد هذا مشتاق للاجواء الحلوة، خل اودي عند صاحبه. فالوضع ممتاز. فهذا التمثال او المجسم حق الحورية اللي النحات طلب منها انها تكون بالوضعية هذه عشان يصورها. فنتكلم مع التمثال ونحط القشرة تبع ذيلها، فيتحرك التمثال. فندخل المكان السري هذا ونكمل طريقنا، ولقينا العدسة المكبرة الأسطورية. بحصولنا على العدسة هذه راح تظهر أشياء ما كنا نقدر نشوفها بالطريقة العادية. الوحوش هذول مثلا من وين طلعوا؟ فخلوني أقتلهم على السريع لأنهم غثيثين. هذول البطاطس خل أخليهم يقربون، أيوة شوي يقربون بالطريقة هذه، وأرجع ورا وأعطيهم ديدف كلهم، مع انه ما كان يحتاج اني اقتلهم بس غثيثين هذول لان الدمج حقهم يعتبر كثير. كذا اخذنا العدسة المكبرة، احنا ما قلنا انك تحب تسبح. المهم فخلونا يا جماعة الخير نكمل طريقنا، ما احب هذا، خل اعطيهم بالاسهم هذول. فخلونا نكمل طريقنا على مدينة الحيوانات، لكن في البداية خلونا نمر على العم اولاريرا، ندق عليه نسلم عليه في نفس الوقت نشوف وش السالفة. قد مرة رحت المعبد الوجه، موقعه في شمال مدينة الحيوانات. الحطام هناك مثير للاهتمام، إلى اللقاء. طيب حنا عرفنا على الأقل جهة المعبد اللي ممكن نروح له.
فبما أن في شمال مدينة الحيوانات، خلونا نمر على مدينة الحيوانات ونسوي كم شغلة جميلة ممكن نسويها. فخلونا في البداية نروح لصاحبتنا اللي خرفنت أبو الشباب وخلنا نتكلم معها. أوه أخذت الرسالة حق مستر رايت، برافو. أنا ما كنت أمزح يوم قلت إن هالشي يعني لي الكثير، كشكر لك خذ هذه السيشل. والله عشان السيشل بقدر أسميك الأنسة خوخة، ما راح أسميك عنزة، أنتي الكل في الكل. يلا ما علينا. في نفس الوقت نقدر نروح، أوه زوجة العم أوليريرا مبسوطة بالمكنسة الجديدة، شكلها نظفت الميب فيلج وحولت علينا مدينة الحيوانات. عموما ندخل البيت هذا اللي كان فاضي، لكن الحين بسبب العدسة المكبرة ما هو فاضي، في شخص موجود هنا. خلونا نتكلم معه. انت تقدر تشوفني؟ اكيد عندك العدسة المكبرة. صدقني انا ماني راعي مشاكل، كل اللي ابغاه اني اعيش بسلام. راح اعطيك هذه اذا وعدتني ان تسكر فمك. فيعطينا السيكرت سيشل. الوعد وعد صح؟ اي ما عليك، صدقني كل اللي في القرية بيدرون. اسمعني، يبغالك تروح الكهف الموجود في الشاطئ، باستخدام العدسة المكبرة راح تلقى واحد مثلي. اوكي اشكرك على هالسر، كل هذا عشان ما اقول حق احد. شو تسوي يا تعبان؟ اعترف اعترف، وش تسوي عشان البطة الموجودة هنا؟ ها المهم خلونا نطلع، ما ادري ايش سالفة البطة يبغى يلعب معها. فكذا يا جماعة الخير بيبقى لنا شيء ممكن نسويه على السريع. اذا تتذكرون المكان هذا اللي حطيت مارك عليه لكني سحبت عليه، راح اقدر اني استفيد من المكان هذا الحين، خصوصا اني اخذت الهوك فراح يفيدني كثير. المهم نكمل او نخش. انا ايش اللي خلاني ما احط الايتمز اللي خليني انقز والشغلات الثانية اللي بتفيدني؟ خلوني اروح للجهة هذه. فزي ما تلاحظون في قلب فوق على اليسار، لكن في حجرة شبه مكسورة، حتى لو اني استخدمت الهوك ما راح اقدر اني اكسرها. بلسهم نفس الكلام، كل اللي احتاجه قنبلة، لكن القنبلة نفس الكلام اذا رميتها ما بيصير شيء. فلو اني رميتهم مع بعض راح اقدر اكسره، وبالتالي بقدر استخدم الهوك، فالامور طيبة. فراح اقدر اني اخذ القلب الموجود هنا او ربع القلب. فكذا يا جماعة الخير نعطيها الانطلاقة البيجاسوسية، ونفس الشيء هنا. ما ادري ليش قربت مرة، خل احطه على الاخ اللطيف على اساس اني اقدر انقز اللي هي الريشة. فندف هذه هنا وندف هذه هنا، اوكي فالوضع ممتاز. فالمهم يا جماعة الخير الشغلة اللي بعد ممكن نسويها وسحبنا عليها اخر مرة، ان نروح الى صحراء يارنا الموجودة هنا، ونروح الى النهاية الى اخر شيء، بس ننتبه ما ننجرف بالرمال المتحركة. راح نشوف السنسر دق، في نفس الوقت نستخدم الشفل تبعنا على اساس نطلع السيكرت سيشل الموجودة هنا. الحين نستخدم لحن مامبو العجيب، نسوي شغلة انتو طلبتوا مني اني اسويها بالتعليقات، وهي قريبة من طريق او من شيء ممكن اني اسويه. فاروح بحيرة مامبو في البداية، واتوجه يا جماعة الخير الى جهة المقابر الجريفيارد. تعرفون ليش؟ خلنا ننطلق، انتبه من الغربان هذول قد ما اقدر. طيب فنروح الى كهف الالوان الموجود هنا، فنروح في النص على اساس يودينا الى البورتال الثاني. اكيد عارفين انا ليش جاي هنا. نروح للكوين فيري الموجودة ونطلب منها البدلة الثانية الحمراء. نعم نعم نعم، متأكد وكل شيء، اغمض عينك وراح تحصلها. فهذه الزرقة اوريدي راح تقوي الديفنس حقنا، زي ما قلنا كان اخذنا جارديان ايكورن، اما هذه راح تقوي الاتاك كأن اخذنا البيس اوف باور. فكذا يا جماعة الخير، حتى شوف الضربة حقتنا كيف طيرت الشبح اخر الدنيا. فخلونا نروح الحين جهة الغابة الغامضة على طريقنا،
بما ان عندنا الهوك راح نقدر نسوي كم من شغله. خل احط الهوك احتياطا وانطلق الى الامام. كذا انت كتب لك القدر انك ان هذا يكون خويك. ما اقدر ارميه هناك. طيب الله اوكي خلي يموت. خل اروح لجهة الغابة الغامضة واخش. طبعا ضربتي الحين صارت قوية بما ان عندي البيس اوف باور، ما يحتاجون ضربتي حتى هذا ما راح يتقطع الاثنين. فنروح للجهة هذه اللي اذا تتذكرون رحنا بس ما كملنا، فنستخدم الهوك اساسا نروح وناخذ الفلوس 50 روبيز. ونفس الشيء ندف الاخ هذا هنا 100 100. كذا تقريبا خلصنا من الغابة الغامضة، فخلونا نتوجه لجهة ميب فيلج القرية. نسوي كم من شغلة نقدر نسويها يا صديقي. ابتعد عني ابتعد عني. طيب كذا خلاص ضربة واحدة يا زين البيس اوف باور. جد ان اللون ما هو نفس اللون اللي قبله بالنسبة لي، بس كويسة كأداء يعني. طيب يا جماعة الخير خلونا في البداية قبل كل شيء نتوجه الى السوق، لان هناك في سيشل راح نقدر نشتريها او نقدر ناخذها باللعبة. فخلونا نتكلم مع هذا وندفع ال10 روبيز. فهل تتوقعون ان نقدر نجيبها من اول مرة؟ هذه هنا وهذه هنا. اتوقع انها سيئة بس هي فيها حظ شوي. القط. طيب ممتاز ممتاز. لا للأفس للأفس. خلوني أحاول أجيبها وبجيكم. أوه كيف جات؟ كيف كذا انطلقت؟ والله بدري. لا طفرتني والله. قعدت أعيد كثير مرة، ما أدري كيف الميني جيم هذه بس. ما أدري وش اللي صار. عموما بعد ما خلصنا وأخذنا السيشل الموجود هنا، خلونا نتوجه إلى الشاطئ. نبتعد عن الثعلب وننتبه من باوا ولا يعطلنا خرب عليهم. اقفز ما ضبطت. المهم يا جماعة الخير نروح على طول على جهة البيتش الشاطئ. اوكي ممتاز جدا. نعطيها السرعة البيجاسوسية. اوكي الى ما نوصل الى البيت او عفوا الكهف الموجود. اذا تتذكرون نفس الشيء ما كان في احد، لكن الحين في بعير داخل. لا تقولوا لي كلب بعير، ما ادري شكله بعير، ما تحسونه بعير؟ المهم نتكلم معه. لقيت أداة مرة كويسة على الشاطئ، راح أبدلك بأداة من اختيارك. فخلونا نعطيه الشفل الرهيب اللي استفدنا منه كثير. فراح أعطيه الشفل ويقول يلا خلنا نبدل، وراح يعطيني بدالها البومرينج أو فريرة موكلي. طبعا الايتم هذا يا جماعة الخير من أفضل الايتمات في الجزء هذا، غير انه يجمع ادوات جواهر وغيره. ممكن في وحوش ما يموتون الا بالايتم هذا، فمرة كويس. لكني اشتقت للشفل تبعنا. خلنا نتكلم معه مرة ثانية. تبي الشفل حقك خذه ب 300 جيب يا الحرامي. كل هذا عشان الشفل تبعي. يلا ما في مشكلة. فبما ان الحين حنا شبه جاهزين وجمعنا زي ما تشوفون 30 سيشل، فخلونا نروح لفيلة السيشيلز على اساس ناخذ الريورد الثالثة تبعتنا. فيلا نروح هناك ونوصل. يا سلام ندخل الى المانشن تبع السيشيل ونوقف على اساس الجيج يتعبى. ايوه ايوه وتعبى الجيج. فناخذ الريورد تبعتنا اللي هي التشيمبر ستون. فراح نتكلم على موضوع التشيمبر ستونز بس بعدين. الحين حنا تقريبا او حنا جاهزين نكمل الشيء اللي المفروض نسويه.
فخلونا نروح للانيمال فيلج على اساس اتجاهنا راح يكون للشمال او شمال الانيمال فيلج، فننطلق الى برا المدينة من جهة الغرب. لطيف جدا، ناخذ القلب. فيلا نقول بسم الله وننطلق. واذا تتذكرون المكان هذا كثار في التعليقات علقوا على موضوع القلب الموجود هنا، فلأننا نقدر نغوص الحين راح ناخذ القلب الموجود هنا. فيلا خلونا الحين نطلع ونكمل. فنكمل انطلاقنا يا جماعة الخير. في البداية استقبلنا الحبيب، فنعطي هذا هنا، هذا ما قدرنا. في المكان هذا يوجد معبدين، واحد في الشمال والثاني في الجنوب. في البداية توجه للجنوب، مكان الحطام القديم اللي تتكلم عن سمكة الرياح، راح تعرف الكثير هناك. فخلونا على كلامه نتوجه للجنوب، فاللي فهمناه انه راح يفترق فينا الطريق الجهة هذه، المعبدين في جهتين متعاكستين كيف بس، في الشمال وفي الجنوب. فخلونا في البداية نتوجه للجنوب جهة الحطام القديمة زي ما تكلم. فخلونا نبتعد عن الوحوش الموجودة هنا. فزي ما تلاحظون الوضع عبارة عن نفس الميز، فحنا بما ان عندنا البيس اوف باور نقدر نبعد هذا بعيد، لكن في نفس الوقت نقدر نعطيه بالسهم والامور طيبة نفس الكلام. فيا جماعة الخير المفروض ان طريقنا راح يكون قدام، زي ما تشوفون الدمج حقهم يعتبر كثير يعني، فنبتعد عن هذول. نفس الشيء هذا نعطيه بالسهم على اساس نفتك منه. فزي ما تشوفون هذا هو المعبد هنا، فخلونا نروح لمن الجهة هذه ندمر هذول. هذا الاخ اللطيف وهذا، فكذا احنا جاهزين ان ندخل الى المعبد الاول. فيلا خلونا نقول بسم الله وندخل. زي ما تشوفون الوضع في البداية شكله غامض وغريب ومو عادي كثير. فخلونا في البداية ندخل الى الغرفة الاولى ونقابل حارس المعبد، اكيد راح نتحارب معاه في البداية. فزي ما تشوفون لما اضربه ما راح يصير له شيء، لما ينقز لازم انقز، بلسهم نفس الكلام، يمكن لازم اجيب له من الجهة الثانية. فافضل طريقة اني اسوي الشارج وادي له واحدة شارج، نفس الشيء اعطيه الثانية زي كذا، دقيقة زي كذا، ابتعد عني زي كذا، فراح درعة، اعطيه واحدة ثالثة فراح القناع تبعه وصار مرعب مدري كيف، واعطيه الرابعة وخلاص شطبنا عليه. فكذا اخذنا من المفتاح تبع المعبد الثاني اللي هو معبد الوجه الشمالي. طيب الحين خلونا مستعدين لشيء راح يكشف لنا شيء او سر خطير في اللعبة هذه وموجود في الغرفة اللي قدامنا هذه. فيلا خلونا نقول بسم الله وندخل. زي ما تشوفون المكان مظلم، فنشوف اللوحة هذه. في صورة محفورة على الجدار لكنك ما راح تقدر تشوف بسبب الظلام الدامس اللي هنا. فتحتنا في شعلتين، خلونا نشعلهم. إلى الباحث، جزيرة كوهلنت ليست إلا وهما، الناس، الوحوش، البحر، السماء، كلها مشاهد في غطاء عين النائم. أوقظ الحالم وحينها ستختفي كوهلنت كفقاعة وخزتها إبرة. أمر مؤسف، ولكن عليك أن تعرف الحقيقة. إيش؟ وهم. ففي النقطة هذه يا جماعة الخير حنا عرفنا اللي حنا فيه هذا كله وهم. الجزيرة اللي حنا فيها والناس اللي قابلناهم هذول كلهم مجرد وهم أو حلم يشوفه أو تشوفه سمكة الرياح.
هدفنا في البداية أن نطلع من الجزيرة أو أن نصحي سمكة الرياح، لكن الحين بالنسبة للوضع الحالي لما نصحيها راح تختفي الجزيرة باللي فيها، فأنا بين نارين، يا أني أجلس محبوس طول الوقت أو أني أمحي الجزيرة باللي فيها. أجل قريت الشيء المكتوب يوم انذكر أن الجزيرة عبارة عن حلم لسمكة الرياح، ما حد متأكد الوضع بالضبط حاله حال الصندوق، ما راح تعرف اللي داخل الصندوق إلا إذا فتحته، فما راح تعرف أنه حلم إلا إذا صحيت. الوحيد اللي راح يعرف هالشيء هو سمكة الرياح نفسها. خلك واثق، يوم من الأيام راح تعرف الإجابة.